الله يساعدك. الله يساعدك شلون حبيبتي؟ تقدرين تساعديني بموضوع؟ شنو يا حبيبتي؟ أريد أشتري لي علاج مو الضغط، بس 12 تليفوني ما عندي. لا العظيم أنا يمكن كنت شايلة 3000 وأربعة تبيهن؟ 3000 شايلة الأربعة؟ ليش مال الضغط؟ إي ما يخالف، خليني أشوف البيش، خل أسأل البيش. عادي؟ ليش مال الضغط؟ بس 10 هاي؟ اي والله يبسها مال الدواء. وتنطيني؟ اي والله يبسها مال الدواء. وتنطيني 5000؟ هي حطيش 5. يا وهي الله كريم الله يدبرها. زين ما شنو تريدين تشترين علاج؟ هاي مال عيوني مال عملية مال. هاي 100000. هاي 100000. امي بس اسمعيني اسمعيني. خلينا نحكي. اول شيء هاي 100000 لان موقفك. اوكي وانتي 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 عندك 3000 وتقاسمتي يا عمري. انا جاي من قناه السومريه نشوف نشوف الابد والله. هاي موقفك يوم موقفك وياي موقفك كان شهم وخير. انا لا يعرفني داسل على القطره مال ابد. هاي هي انا وقفت ناس قبلش اكو ناس ما يقبلون ينطوني. ماشي يا امي يا حبيبتي الله يعطيك الصحه والعافيه. هاي مقدم قناه السومريه من عندي الك. لا انا جمال محمد بقناه السومريه. هاي الدنيا بعدها بخير. بعدها تعبها بعدها بخير. زين اذا اجى احد هم يوقفك مسوي هذا الموقف؟ والله الحمد لله والشكر. هسه بالدرج مال الدكتور ايه؟ مريح كلبت فيا قاعده اشتري دواء ما عندي. ما وعدت بالجزمه قلت لها جيب بس 2000 دينار. كان يقول يلا هم نعم الله حكمله. شيء توطيت يا بقت العسل اخذ دواء. انا هسه صفنا انه انت عندك 10000 وقلت لك انه علاجي صار بستة تقريبا ذكر الدكتور وانتي قلتي لي انا قلت لك 5 نتقاسم بها قلتي لي ما يخالف يصير. اي ما يخالف شكو بها معاوده. زين علاجك شلون تجيبي؟ اروح للدك مش هذا بعد شنو حبيبتي امي يعطيك الصحه والعافيه حبيبتي ام حبيبتي حبيبتي امي ان شاء الله. شكرا لك الدنيا بخير ان شاء الله. هو احنا نريد نطلع الناس الخيره نطلع الغيره العراقيه الناس اصحاب المواقف بخصوص اذا انا كنت واقفه هنا انا اريد علاج. هو مساله علاج مبلغ بسيط اي صح بس الوقفه والموقف الخير اللي سويتيه انت وياي كان هذا كله كبير. الدنيا بخير يا معود مو صحيح؟ ليش ماكو هذا علاجها؟ ليش؟ 15 ايش قد يكلف هذا علاجها؟ ب 15. زين شلون لعدتي 15 علاج؟ الله رزقك اليوم حبيبتي. الله رزقك. انا ما كان اروح للبيت ولا كان باكر. ام منو؟ ام نزار. ام نزار أيوة. الله يعطيك الصحة والعافية وربي ينطيك على قد نيتك هاي الحلوة حبيبتي امي. شكرا لك يوم شكرا.